حبايبي جريد 6، تعالوا كده نشوف درس جميل اسمه ايه الراجل الجميل ده؟ تعالى كده نشوف اسمه. بوكس بلوت. استنى بقى، طب بوكس يعني زي العلبة؟ زي الصندوق؟ طب وعندنا احنا الاشكال اللي زي الصندوق اللي هو ايه؟ ريكتانجل، مش كده؟ ايه ده؟ ارجع يا باشمهندس. ايه ايه يا باشمهندس؟ يبقى احنا الراجل ده بلوت، سوري بوكس بلوت، يعني انا هلاقي اول هام نمبر لاين وفي نمبر عشان البلوت، وبوكس يعني انا هلاقي زي علبه زي الريكتانجل، وهندرس حاجه اسمها ميديا، وجوه الميديان هنطلع اربع حاجات او خمسه، حاجه اسمها مينيما، حاجه اسمها ماكسيما، حاجه اسمها كيو 1 كوارتر 1، بس هما بيتقال كوارتر، كوارتر كوارتر بالايه مش كوارتر، وكوارتر 3. طب يا مستر بدل كل ده ما تيجي توريني الشكل، بص معايا لو سمحت. اول هام لما حد يقول لك كلمه ميديان تقول له انا عايز الميدل، لما اقول لك ميديان عايز الميدل، ركز بقى معايا لو سمحت. لو انا قلت صوابعي خمسه وعايز الميديان يبقى تقول له مين؟ صوابعي خمسه، فين الميديان؟ فين الميدل؟ 3 صح كده؟ صح؟ طب ركز، مش فاهم، حاضر. لو احنا خمسة مين؟ الله، حلوة اللي في النص، فأنا مش عايز أقول في النص، أنا عايز أقول ميدل، يبقى الميدل هو الميديان، يبقى لما حد يقول لك الميديان تقول له عاوز إيه؟ الميدل، ما بلاش في النص بقى، عايز الإيه؟ الميدل. فأنا أسهل حاجة قلت لك صوابع إيدي خمسة، فين الميدل؟ هتقول لي التالت، مش كده؟ أيوه. طب استنى، لو أنا اديتك ست قيم، ست أعداد، فين الميدل؟ استنى يا باشمهندس، اسمع بس، اسمع، اسمع. لو كانوا ستة، فين يا مستر اللي في النص؟ يلا يا عم قلت لك أهو بالعربي، استنى بقى، استنى بس، اسمع، اسمع. لو كانوا ستة حبيبي، ركز معايا لو سمحت، هتقول لي هيبقى في النص اتنين، مش واحد. بص بقى معايا لو سمحت، هنفصل كده وتعالوا نشخبط قبل كمان ما اشرحها لك بالشكل. بص يا حبيبي لو سمحت، لو انا اديتك 2 3 4 5 وادي مثلا خلي لي هنا حط لي 9، دول كام عدد؟ 5. لما اجي يا حبيبي اقول لك انا عايز الميديان، استنى بس، تقول انا عايز الميدل، بس في نقطة هنعملها الأول، إيه هي؟ تقول لي بعد إذنك رتبهم الأول. يبقى في الأول عشان أجيب الميديان تقول لي أنا لازم أعمل الرينج، وناس تقول عليها أوردر. طب لما أجي أعمل أوردر أبتدي بمين؟ حلو، نيكست. نيكست. ممكن بقى نهدى؟ نهدى. ركز بقى معايا. بعد حبيبي، اسمع يا بابا، بعد حبيبي ما تعمل اوردر او ترتب تيجي تقول لو كان عددهم اود، لو كان عددهم أود. استنى، يعني ايه اود يا مستر؟ حاضر، عددهم اود يعني ممكن يبقوا 3 اعداد، 5 اعداد، 7 اعداد، 9 اعداد، يبقى كان الاود 3 5 7 9 واكتر من كده، في تاني كتير. تاني عندي حبيبي حاجه اسمها اود نمبر وحاجه اسمها ايفن، ده شغلك النهارده معايا. عشان اعرف الميدل لازم اسال انتوا اود ولا انتوا ايفن. كلمه اود يعني الاقي 3 فاليوز، 3 اعداد او 5 اعداد او 7. شكرا. طب امتى اقول عليهم ايفن؟ لو كانوا 4 اعداد، 6 اعداد، 8 اعداد، هو ده الايفن والاود. نعيد تاني؟ ما انا عارف والله احنا واخدينهم بس نسينا. نقول تاني؟ اود حبيبي. اد يعني بلس، ولا يهمك. معلش. اد يعني بعمل بلس، لكن ده اسمه اود. اسمع بقى لو سمحت. هنطلع كده. الراجل ده كان مديني شوية أعداد. عايز الميديان، تقول له الأول لازم أعمل إيه؟
او اوردر معناه تاني اسمها ايه؟ الرينج. رتبناهم. لما بترتبهم تعدهم 1 2 3 4 طلعوا كام؟ 5. تاخد الميدل، تاخد اللي في النص بس كده. اهو لو ما عملتش الرينج هتغلط. في مشكله؟ ركز بقى اللي جايه دي. طب يا مستر لو كانوا، بص معايا، مثلا 11 و3 وبعدين مثلا نقول 9 وادي 7 وادي 2 وادي 12 وبسالك على الميديان، يلا نقول مع بعض عشان احل ميديان اعمل ايه؟ اول حاجه الرينج، يلا نرتب واحده 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 واحده. 2 3 7 9 11 12. اعدهم كام فاليو؟ 6 6 6. ايفن ولا اود؟ ايفن. لما يبقوا ايفن اسمع بقى الايفن، بص وتعلم معايا. بص تروح جاي تكنسل واحد من الاخر مع واحد من الاول. اكنسل واحد من الاخر واحد من الاول، هيتبقى لك في النص 2، هيتبقى لك في النص 2، اعمل لهم بلس وديفايد 2 كمان مره. لما يبقى عددهم كام؟ 6. هتعمل ايه؟ اكنسل واحد من الاول واحد من الاخر، واحد من الاول واحد من الاخر، هيتبقى لي في النص 2، اخدهم اعمل لهم بلس واعمل ديفايد 2. شكرا. هو ده الميديا، مش فاهم؟ اتفضل يا فندم. الله عليك، 2 في النص، لان انا لو كنسلت يا باشمهندس دي مع دي ما تبقاليش حاجه، صح الكلام؟ شكرا يا باشمهندس. نرجع بقى تاني، اديني عملت هندو اهو. بص بقى يا باشمهندس تاني، يبقى انا كان دول 6 فاليوز، 6 قيم، عايز الميديان، عايز الميدل، عايز اللي في النص، بكنسل من اليمين والشمال هيتبقى لك 2، تروح واخدهم تعمل لهم ايه؟ يبقى 7 مش عايز يكتب، معلش ولا يهمك انا معاك برضو. يبقى هاخد ال 7 يا بابا اكتب، يبقى هاخد ال 7 بلس 9 واعمل ديفايد 2. تعمل بلس 7 و 9 حاضر، 7 و 9 16 وديفايد 2 يديني 8. هو ده الميدل. حد عنده سؤال؟ تعالى بقى كده نلعب سوا بالشكل اللي انا عامله لك هنا. اتفضل يا فندم، ثواني اعمل ستوب، اعمل ستوب واسال زي ما انت عايز. حبايبي جريد 6 زميلكم بيسال، طب انا لو عملت بلس وطلعت الاجابه 7 هل ساعتها اقول ايفن او؟ لا حبيبي، خلاص الاجابه دي هي الميديان، تطلع بقى عدد ايفن يطلع او يطلع زي ما يطلع. كلمه ايفن او نقولها في الاول بس بعد ما اعمل اوردر عشان الميديان، لو كانوا او اخد اللي في النص، لو كانوا ايفن هيبقى 2 في النص. تفضل يا اخ عبد الرحمن. ما احنا قلنا حبيبي الاجابه تطلع اي حاجه. لا ثواني يا عبد الرحمن اوقف عشان انت بتهزر، بس انا مش زعلان. حبايبي جريد 6 تعالوا كده نكمل درس الميديان، بس المره دي هيدخل معاه كم كلمه جديده. الراجل ده راجل طيب ما تخافش. اول هام هو مديلك كام فاليو؟ 1 2 3 4 5 6 7. لما اقول لك ميديان هل هسيبهم زي ما هم؟ امال هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ شكرا. تعالى نعمل بقى الشغل اللي جاي اوردر، اديني برتب. رتبت؟ شكرا. لو انا سالتك على الميديان هتعمل ايه؟ هتقول لي اكنسل من اليمين والشمال. هم 7 يبقى عددهم اود ولا ايفن؟ اود. يعني هلاقي واحد بس في الميدل، صح الكلام؟ طب اسمع بقى اللي جايه دي. التقسيمه اللي قدامك دي يا مستر انا مش شايفها، صح؟ ايوه. تعالى بقى نلعب مع بعض وارسم لك انا الرسمه بقلم جديد. بص معايا لو سمحت. وتعود ان الشغل بتاع دي انت مش هتتعب، الراجل ده راجل طيب هيدي لك كل حاجه. بص معايا لو سمحت. يعني ايه الراجل ده هيديني كل حاجه؟ يعني انا هيبقى عندي نمبر لاين،
طب افرض مفيش، انت ارسمه. مالكش بالقلم وخدي بالك. تعال نكتب. لما اجي اكتبهم مش الاول اتفقنا هنعمل ايه؟ الرينج. يلا 1. ايه ده؟ استنى استنى، ده في 1 تاني. ايوه معلش انا ما سمعتش. ها 2 3 6 7. ثواني بالراحه بالراحه، اهدوا بس. 7 وبعدين 9. رتبنا. اسمع حبيبي، مش احنا اتفقنا ان دول اود نمبر؟ يعني احنا الاول عملنا اوردر وطلعوا اود، فالراجل اللي في النص ده انت الايه؟ ايه؟ ميديان. طلع لي منه عمود، يبقى الميديان خلاص يا مستر طلع فري. ادي اول اجابه. انت ليه طلعت لي عمود؟ ركز معايا. تروح تسال قبل منه كام فاليو؟ كام عدد؟ اود ولا ايفن؟ اود. يبقى برضه اللي في النص هياخد اسم جديد اسمه كيو 1. كل لعبك بالميدل. عيد تاني يا مستر. بص حبيبي، بص يا قمر، كانوا اود نمبر، كانوا 7، خدت اللي في النص سميناه ميديان، طلعت من عنده عمود. هو ممكن يجيبها لك في الرسمه بوكس، انا طلعت منه لاين. اروح اسال على اللي قبله وعلى اللي بعده. هسأل على اللي قبله وعلى اللي بعده. اللي قبله كام قيمة؟ 3. يبقى اللي في النص ياخد اسم كيو 1 كوارتر او كوارتل 1. بس كده؟ ركز بقى في اللي جاية. طب على شماله او الناحية التانية كام؟ 3 values. ناخد برضو اللي ايه؟ اللي في النص، بس هنسميه كيو 3. ادي اول اجابة كده على طول. يبقى لما اقول لك كيو 1 او كوارتل 1 هقول له 1. طب الكوارتل 3 7. باقي لي حاجتين ونقول شكرا. مين المينيمم مين الماكسيمم؟ اول حاجه خالص انت المينيمم، اخر حاجه خالص انا الماكسيمم. اصغر حاجه اكبر حاجه. حد فيهم حاجة؟ نعيد تاني. تعالي نعيد تاني. تعالي نعيد تاني. تعالي نعيد تاني. ممكن؟ أول ما يديكي values بالعربي، لما يديني number أرتبهم، طلعوا قد يعني طلعوا 5 أو 7 أو 9، اللي في النص انت الميديان. في مشكلة؟ شكرا. تعال بقى معانا هنا، طلعوا كام قيمة؟ 7. يبقى الميديان اللي هو مين؟ في النص. اللي هو؟ اروح مطلع منه ايه بقى؟ عمود. واروح جاي اكتب ايه؟ في كلمة ميديان 3. اهو. نيجي بعد كده بقى على يمين الميديان وعلى شماله اشوف كام قيمة معايا. فلما رحنا شفنا لقينا كام حبايبي؟ 3. يبقى اللي في النص برضو في الميدل ياخد اسم جديد كيو 1. في مشكلة؟ نروح الناحية التانية، ادي كيو 1. نروح الناحية التانية، عندي برضو كام قيمة؟ 3. يبقى أنا على يمين الميديان وشماله، على حظك طلعوا 3. قول يبقى ناخد مين؟ النص. أسميه إيه المرة دي؟ 3. كيو 3. شكرا. نسأل بقى، طب هو عايز كلمتين تانيين، مينيمم؟ ماكسيمم. مينيمم؟ ماكسيمم. أول حاجة خالص، أصغر حاجة خالص مينيمم، آخر حاجة خالص ماكسيمم. بس خلاص. نقول تاني؟ لا. طب تعالى نعمل ستوب، وأنت بقى حبيبي عايزك تحل. تعالى كده مع بعض. ممكن تقول واحدة بس.